أمينة. النهاردة اللي لاحظته السنة كله فرايحي عشان في وسط الصيام، والصيام ايه؟ صيام الكبير. النهاردة السنة فرايحي لأن النهاردة عيد البشارة، وعيد البشارة عيد سيدي في سبع أعياد في 14 عيد. سيدي يعني ايه؟ يعني خاصة بالمسيح، أعياد خاصة بالمسيح في سبع أكبار وسبع صغيرين. السبع كبار أول عيد فيهم هو عيد البشارة، وجه السنة دي يوم الحد بتاع السامرية. ليه؟ لأن النهاردة 29 برمهار، لأن الولادة كانت في 29 كياك. ما بين 29 برمهار و 29 كياك يعدي 9 أشهر اللي هي مدة الإيه؟ الحمل. فاحنا بنعين في 29 برمهار عيد البشارة، في 29 كياك بنعيد عيد الميلاد. وزي ما انتم عارفين تملي فيه فروق 11 او 12 يوم بيننا وبين الكاثوليك، عشان كده الكاثوليك عيدوا عيد البشارة يوم 25 مارس الاسبوع اللي فات، او يعني من 10 ايام. يوم 25 مارس كان عيد البشارة. طبعا هم ممكن ما يكونوش حاسين، بس المهم هو كان عيد البشارة، ولان العيد يقع بعد كده عيد الميلاد الكريسماس النويل 25 ديسمبر، فتسعة اشهر بالظبط من 25 مارس و 25 ديسمبر. الكنيسة الأرثوذكسية 29 برمهار لأن الميلاد في 29 كياد، 7 أبريل لأن الميلاد في 7 يناير. طول فترة الصوم الكنيسة بتقرأ أناجيل وبتدينا، احنا حاطين كل الأحاد من أول ابن الضال والسامرية والمخلع والمولود أعمى، وبعدين سبت العازر وخميس العهد وكله حاطينه هنا في الايقونات، عشان لما ندخل نحس احنا قصه كنيستنا ممكن نشوفها في الايقونات بالنسبه للاطفال اكتر كمان. المهم فالثمان احاد مهمين جدا في الكنيسه، يدعو البشر للتوبه، يدعو الانسان للتوبه. الحد الاولاني حد الكنوز. وايه هما الكنوز؟ ليه بنسميه كنوز؟ اللي هو دعانا الرب للصوم والصلاة والصدقة، دول الثلاث كنوز. وقال لنا اكنزوا لكم فين؟ في المكان اللي ما فيهوش سوس ولا دود ولا زرع. ودعانا إلى الصوم والصلاة والصدقة، ثلاث كنوز الإنسان المسيحي. لو الإنسان المسيحي طبق الوصية دي، الصوم والصلاة والصدقة، اتنين الجبال ده القرن العاشر. الحد اللي وراه كان حد التجربة. الروح خدت المسيح صعد بالروح إلى الجبل وصام 40 يوما و40 ليلة، وهو ده الصوم اللي احنا كنا أو اللي احنا بنصومه دلوقتي، اللي هو الصوم اللي صامه 40 يوم فوق الجبل. والصوم ده أنا قلت لكم بس أقولها لكم تاني، كان بعد ما السيد المسيح اتعمد. فكانت الكنيسة في القرون الأولى قبل مجمع نقيا تصوم الأربعين يوم اللي صامهم المسيح تاني يوم عيد البطاس، زي المسيح بالظبط نفس الايه؟ التوقيت. وأسبوع الآلام تصومه مرة كل 33 سنة، عشان المسيح اتصلب في سن 33 سنة. مجمع نقيا قرر إن هو يضم صوم اللي صامه المسيح الأربعين يوم لأسبوع الآلام ويقوم قبل عيد الايام. والكنيسه القبطيه زودت اسبوع الاستعداد فبقوا 55 يوم. الحد اللي بعد التجربه بيبقى الحد اللي هو الاسبوع اللي فات الابن الضال، وبرده ده مثال كبير للتوبه. اقوم الان وارجع الى ابي واقول له اخطات يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا فارجع عني كاحد أجرال. وتوبة عجيبة وجميلة، وخدوا أبوه بالحضن، ساب أبوه وساب البيت. دايما كتير مننا بنسيب أبونا السماوي ونسيب الكنيسة. الحد النهاردة السامرية اللي ما كانت عطشانة على طول، جوزت خمس مرات وعطشانة، والراجل اللي بيتها السادس وعطشانة.
لغايه ما قابلت المسيح وروى عطشها الحقيقي، لانه هو الماء الحي، هو اللي بيروي عطشنا يا احبائي. لا فلوس هتروي عطشنا، ولا مراكز، ولا جاه ومال ونسل، وكل ده مش هيروي العطش. هنفضل شبعانين عطشانين، والبحر ليس لملآن. هي اتملت امتى؟ لما قابلت المسيح. والعجيب المرأة السامرية دي، لان برضه هو النهارده يومها يعني، بس نتكلم كده دقيقة. المرأة السامرية دي لما نقرا قصتها، المسيح قابلها في عز الظهر. لما تقرا العادات والتقاليد لغاية النهارده، اللي بيروحوا يجيبوا مية بيروحوا في الفجر عشان الجو يبقى حلو، والستات تروح ويا بعضها، دي معروفة. هي لا راحت بلا بكات بتروح في الفجر، ولا راحت مع الستات التانية. ليه؟ لأنها كانت عار في المدينة، تقدرش تروح الصبح، تقدرش تتكلم مع حد، فكانت تروح في عز العيالة عشان ما فيش حد، مستخبية. شوفوا بقى دي ايه خطيتها، كانت كبيرة. وراح لها المسيح في هذه العيالة بعد ما ماشى 6 ساعات، راح لها مخصوص، وكانت أول مبشرة في تاريخ المسيحية. بعد ما اتقابلت مع المسيح وخدوا يا بعض، راحت بقى تتعالوا الإنسان قال لعله المسيح المنتظر، وبشرت أهل السامرة. في الأول بسببها راحوا للمسيح، وبعدها لما قعد معاهم المسيح قالوا لها مش بسببه، ده بسببه هو، بسبب كلامه. كانت أول مبشرة. الحد الخامس اللي هو الجاي، حد المخلع، 38 سنة غلبان ملوش حد، ملوش حد. يجي الملاك يحرك البركة ويزوق كل الناس، ويكون في حد. يجي الملاك يحرك البركة يكون في حد لقريب يزوقه ويشهد. وده 38 سنة. شوفوا الصبر، شوفوا الصبر وعدم اليأس والرجاء اللي في المسيحية. 38 سنة ويجيله المسيح ويشفيه. ليس لي إنسان، آية قوية، يقول ليس لي إنسان. قد إيه البشر بيسيبوا بعض. المهم جاله المسيح وشفاه. والحد اللي وراه المولود أعمى، ده أخطأ ولا أبوال؟ لا، ده أخطأ ولا أبوال، ده عشان تظهر أعمال الله، عشان يكون نسميه حد التناصير، لأن المولود أعمى خسر في البركة وفتح، فإحنا بنعتبر الموعود اللي هو قبل العماد. عنده عمى روحي، ولما بيتعمد بيلبس النور السمائي وبيفتح عينيه روحانيته. وبعد كده حد الزعب دخل المسيح في أورشليم كملك، وبعدين عيد الإيابة. النهارده السامرية بداله عيد البشارة، وأهم حاجة في عيد البشارة إن في ملاك اسمه الملاك إبراهيم أو بريان، هو اللي راح وبشر العذراء. الملاك ده من 6 أشهر بشر واحد اسمه زكريا، وقال له هتولد، هتجيبه نسل. زكريا ما صدقش، صدقش. ليه زكريا ما صدقش؟ طب انت ما قريتش ساره وابراهيم؟ ما قريتش حنا؟ ايه حكايتك؟ لان هو ما صدقش. راح ربنا اعطاله علامه، اتخرس لغايه ولاده يوحنا ايه؟ المعمدان. والعذراء النهارده الفتاة الصغيرة اللي عندها 15-16 سنة تقول ايه للملاك؟ ايه عذراء؟ هو في عذراء قبل كده حبلت؟ ابدا، مفيش في التاريخ عذراء حبلت، لن يكون قبلها ولا بعدها. وبالرغم من كده تقول آية خطيرة، تقول له ايه؟ هو ذا انا امة الرب، انا عمدة ربنا، ليكن لي كقولك. ايه عذراء؟ انت مش خايفة؟ مش عارف اعطابك ايه لما هيشوفوك حبله، هيحفروا حفره كبيره ويحطوك فيها ويرجموك يرجموك يرجموك حتى الموت، ما ده عقاب. قالت لا، انا حياتي كلها للرب، انا مكرسه كل حياتي لربنا، اللي يعمله معايا ربنا حتى لو في الام. وتالمت كثيرا وقال لها يجوز في قلبك سيف،
وكانت متفكرة في كل هذه الأمور في قلبها، وبكت عند رجلين المسيح على الصليب. وتخيلوا أم شافت كل اللي شافه المسيح دوت. المهم ما فكرتش في ده كله، هي حاجة واحدة قالتها لربنا: ليكن لي كقولك. لا طلبت علامة زي زكريا، مع ان زكريا 100 مرة في الكتاب المقدس، ولا طلبت أي حاجة. يجي ناس تقولي: لا يا ابونا وايه ده؟ طب ما هي قالت للملاك كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا. عارفين ليه العذراء قالت هذا الكلام؟ لأنها عايزة تثبت الحياة البتولية لها، بمعنى بيقول لها ستحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسم عمانوئيل. فلو كانت العذراء مش مكرسة عذرويتها ومش مكرسة نفسها لربنا، ما كانتش سألت السؤال ده. الملاك بيقول لها هتحبلي، اوكي يبقى هحبل، يعني هتجوز. لو في فكرها ان هي هتتجوز او هيكون لها رجل، لكن العذراء كانت مكرسة حياتها بالكامل، عشان كده اختارها ربنا، مكرسة حياتها بالكامل للمسيح. فسألت هذا السؤال علشان تثبت بتوليتها الدائمة اللي بنلحنها في الكنيسة، بنقولها بالتسابيح: البتولية دائمة البتولية. يعني ايه دائمة البتولية؟ دي عقيدة في الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، أن العذراء عذراء قبل وأثناء وبعد الولادة. وشرح لها ان الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك الى اخره. ودي نقطة مهمة اوي، عقيدة في الكنيسة الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. دي اخواتنا في القرن الستاشر يقولوا العذراء اتجوزت وخلفت والمسيح ليه اخوات. غلط. العذراء لو كانت ناوية كان الكتاب المقدس كتب هذا الكلام: كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ لا في النية اعرف رجل ولا اعرف راجل. وهذا اثبات لعذراوية السيدة العذراء الدائمة. النهاردة يا احبائي تحقق نبوءة اتقالت 800 سنة قبل ميلاد المسيح في اشعياء 14:7، اللي هو ايه؟ هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. 800 سنة قبل ميلاد المسيح أشعياء تنبأ. والناس اللي بات النهاردة يقولك ازاي ربنا يتجسد وازاي ربنا ياخد البشر جسد بشر. نصلي لربنا يدينا هذا الدرس. وزي ما بقول، لو في معجزتين في العالم في البشرية حصلوا، وهو اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص السيد المسيح، واتحاد العذراوية بالأمومة في شخص السيدة العذراء، العذراء تطلب مننا المعجزة الثالثة النهاردة. ايه هي؟ اتحاد مشيئتك مع مشيئة الله. كل يوم بنصلي أبانا الذي دي بنصليها 40 مرة في اليوم، ونقول له: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وما نعملش زي العذراء ونقول له ايه؟ ليكن لي كقول. لا، ده انا عايز فهمي وعايز قولي وعايز فهلوتي وعايز قوتي وعايز فلوسي وعايز دبلوماتي وعايز علمي، وحاطط ربنا على جنب. ربنا النهارده بيقول نتعلم من الست العذراء ان تكون فينا المعجزه الثالثه، وهي اتحاد مشيئتك كانسان بمشيئه الله. ويا جمال لو مشيئه الله هي اللي تمشي في حياتنا. ولإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين. طبعا النهارده احنا فرحانين قوي بعيد البشارة، لكن زي كنيسة الأرضية متعودة كل ما تيجي تفرح الشيطان يحاول يعكسها. فاحنا بنصلي لكل اللي ماتوا في حي الخصوص ده، قتلوهم وكفروهم في الجامع. فاحنا النهارده برضو مع فرحتنا ما ننساش اخواتنا الشهداء اللي بيموتوا في مصر، واهلنا اللي بتتكفر ليل ونهار
Et microfonul este pe lemn. Până azi dansa de la două. Ne-am zis așa, ne-am zis un sal de aia. Lemn acolo.